السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب الكرام، الجزائر من ولاية جيجل بالضبط. قدم لكم هذا الفيديو اللي يتكلم عن المنطقة تاعنا تسمى بسيد معروف. هذه المنطقة تشبه محطة قشير، دخلها من خرجها ما كانش، لا توجد الدخل عاينة كما تعلم. الخرجة nothing، لا توجد لا تجارة لا شطارة لا قفازة ولا هم يحسنون. تحياتي وشكرا لكل المتفهمين وكل الرجال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.